عشان نوصل لخان جعفر نعدي من حارة مكتوب عليها حارة بيت القاضي. وبيت القاضي له قصص وحكايات طويلة، ده موضوع تاني. عشان كده بقول لكم إنه شارع المعز زيارة وزيارة وزيارة، ونحكي حكايات هنا كتيرة جدا جدا جدا، والحكايات الحقيقة مبهرة يعني. لكن خلينا في خان جعفر اللي بناه جعفر أغا أحد المماليك الجراكسة. احنا دلوقتي في نعتبر الممر بتاع خان جعفر. الارض بازلتية من زمان جدا، ودي جمال الحقيقة، كويس اول ما حدش لمسها. عشان ما تبصي هنا زي ما انتم شايفين المحلات دي كلها كانت عبارة عن ابواب خشب كده، بس طبعا التطور بيجي بيحطوا الصاج والحاجات اللي هي فيها قبح دي. الخان زي ما قلت لكم بقاله 1000 سنة. المكان ده بقى دار الآثار هنا في المنطقة. هنا هيقابلنا واحنا ماشيين، سلام عليكم مولانا، صباح الفل. هنا الموازين، المنطقة دي بتاعت الموازين، صح مولانا؟ صح. عايز تشتري ميزان مظبوط تيجي في خان جعفر، وعايز تشتري أحجار كريمة تيجي هنا. هقول لك حكاية غريبة قوي، حكاية تخص ست شجرة الدر. انت طبعا عارفينها، هو تفتكروا ان هي تحية كاريوكا، تحية كاريوكا مثلت دور شجرة الدر، وهو تفتكروا ان الست نعيمة وصفي اللي قتلتها هي ام علي، لان شجرة الدر ليها قصة، يا ريت قتلتها ام علي. انما هنقعد في حتة بقى كده ونستهدف لو نحكي لكم حكاية علاقة شجرة الدر بخان جعفر. ايه العلاقة بين الاتنين؟ نقعد بقى. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.